الأحباب الزينين، أهلا وسهلا بكم وينما كنتوا. عدد جديد من مجلة عالم جميل نقلب فيه معا صفحات من إنجازات زين وتفاعلها مع المجتمع في كل أنحاء الوطن الجميل. في كل عام تأتي ليلة في حب الوطن احتفاء يليق بعظمة السودان. في هذا العام تغري الزين نخلة في أرض السمر باسقة مثمرة، وفوق ذلك بهجة للناظرين. هي ليلة في حب الوطن، أقامتها الشركة السودانية للهاتف السيار زين احتفالاً بالعيد 61 لاستقلال السودان، ودشنت خلالها سلسلة أرض السمر الوثائقية كأكبر عمل لتوثيق حضارة السودان وتنوعه الثقافي والإثني. وشرف الليلة رئيس المجلس الوطني البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد، وقادة العمل الثقافي والفني والإعلامي، وحضور كبير من الجمهور الذي جاء تلبية لدعوة زين، بجانب أسرة زين التي تقدمها نائب الرئيس التنفيذي للشركة المهندس إبراهيم أحمد الحسن، والذي قال إن رعاية زين لهذا العمل تأتي ضمن احتفالاتها بأعياد الاستقلال. وأشار إلى أن احتفال هذا العام جاء مختلفا عن الاحتفالات السابقة، حيث تحتفي فيه الشركة بهذا العمل الضخم الذي يعكس صورة حية لإنسان السودان بتنوع عاداته وتقاليده. وشركة زين كما العهد بها عندما اتخذت من زين عالم جميل شعار لها، قالت على نفسها أن تختفي أثر الجمال أينما كان، فوجدت في هذه السلسلة المبتغى والمرتجى. المخرج سيف الدين حسن رئيس فريق أرض السمر استعرض مسيرة الرحلات التوثيقية وما تضمنته من إرث ثقافي وتنوع يتميز به السودان جعله محط أنظار العالم. لقد تكفلت شركة زين برعاية هذا المشروع بالكامل، فنحييهم تحية خاصة جداً. مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود حامد حي الدور الذي تطلع به شركة زين في كل المجالات، وقال إن رعايتها لهذا المشروع التوثيقي تؤكد الفهم المتقدم لإدارة الشركة وسعيها لعكس الوجه المشرق للسودان الذي يتمتع بموارد متعددة في كل المجالات، داعيا لمواصلة هذا المشوار التوثيقي. شكرا لزين، وشكرا للأخ المخرج والذين عملوا معه في هذا البرنامج الذي يسعى لعكس الصورة الحقيقية للسودان وأهل السودان. هذا وتضمنت احتفالية زين بأعياد الاستقلال تكريم دار الوثائق القومية باعتبارها ذاكرة الأمة السودانية وتحفظ تاريخ السودان وحضاراته الممتدة. وأعلنت زين دعم المكتبة الإلكترونية للدار وتحديث نظام الأرشفة من أجل المحافظة على تاريخ وحضارة السودان التي تحتضنها الدار. شهد ختام العام 2016 تكريم للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زين الفريق تيار الفاتح عروة، ومنحه الجائزة الذهبية ولقب مفوض أممي من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية ضمن مؤتمر عمان الدولي للمسؤولية المجتمعية. ويأتي هذا المؤتمر بحضور مشرف من قبل السفراء الدوليين للمسؤولية المجتمعية. نقدم العديد من المبادرات المجتمعية التي أحدثت عائدة اجتماعية كبيرة، واستحق بذلك تقدير دولي من خلال تكريمهم بمناسبة نقاط هذا المؤتمر بالجائزة الذهبية للاستحقاق الدولي للتنمية المستدامة. يعتبر تكريم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة زين السودان الفريق طيار الفاتح عروة بالجائزة الذهبية للاستحقاق الدولي للتنمية المستدامة ومنحه لقب مفوض أممي للتبشير بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 يعتبر تكريما لكل مجموعة زين وتقديرا للمشروعات التي تنفذها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
وأكدت الشبكة الإقليمية أن اختيار الفريق عروة للتبشير بأهداف التنمية المستدامة لمبادراته وإنجازاته العديدة في مجال المسؤولية المجتمعية لشركة زين للاتصالات، وأيضاً لما يتمتع به من خبرات متعددة وعلاقات واسعة ورؤية واضحة. وعبر الفريق عروة عن تقدير مجموعة زين لمسؤولي الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية ومنظمي المؤتمر لثقتهم في شخصه، مشيرا إلى أن هذا الاختيار والتكريم يلقي على شركة زين عبئاً إضافياً من أجل استمرار خدمة المجتمع السوداني. واستعرض الفريق عروة جانباً من مبادرات ومشاريع زين بالسودان في محاور استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والبيئة وبناء القدرات، مشدداً على أن مسؤولية زين تجاه المجتمع تبدأ من تقديم أفضل خدمة اتصالات، مشيراً إلى تقرير الاستدامة الذي تصدره مجموعة زين سنوياً. يذكر أن الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية تأسست بالبحرين قبل 10 أعوام، واختارت العام الماضي كل من المشير سوار الذهب والفريق عروة سفيرين دوليين للمسؤولية المجتمعية. زين توزع بطاقات الأمل في كل أرجاء الوطن الغالي، تمنح الكرنفالات ألقاً وتعلي من قيمة الانتماء للأرض الطيبة ولإنسانها الأصيل. أينما كان الإنجاز كانت زين حاضرة سباقة وملهمة. في احتفالية كبيرة ووسط حشود ضخمة رفرفت فيها أعلام السودان وأعلام زين في منظر بهي يكمل ويعكس فرحة أهل الجزيرة بالنسخة الثانية لمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق، والذي تعول عليه الولاية كثيرا في تحريك النشاط السياحي والاقتصادي من خلال المكنونات التي تذخر بها الولاية. الاحتفالية شهدت تكريما مستحق من السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير ووالي الولاية دكتور محمد طاهر إيلة لشركة زين، ممثلة في شخص العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الفريق طيار الفاتح عروة. زين تمثل جزءا من كامل أرض السودان، تنتشر في كل بقاع وتحمل في حب كبير مسؤوليتها الاجتماعية لكل تراب هذا الوطن. ألف ألف مبروك لكل الفائزين في جائزة غادة للمبدعين الشباب في دورتها السادسة. أنتم تشكلون عالما جميلا من الإبداع والتميز. زين تفخر بكم. برعاية كريمة من زين ووسط أجواء رائعة وبهيجة اختتمت الدورة السادسة لجائزة غادة للمبدعين الشباب بالمسرح القومي بأم درمان. سأصير يوما ما أريد، هذا هو الشعار الذي رفعته الجائزة لنسخة هذا العام، والتف حوله المبدعون الشباب الذين قالوا كلمتهم، ولنا أن نفخر بهذا الغرس. زين تولي اهتماما خاصا بالشباب، ونتاج هذا الاهتمام كانت الشراكة مع جائزة غادة للمبدعين الشباب، والتي أثمرت عن اكتشاف مواهب فريدة في الأدب والفنون. مرحبا بكم في عالم زين، لحظات جميلة نقضيها مع فقرة عين الكاميرا والعديد من الأخبار والأحداث التي تجمعنا بكم. بالاتحاد.
الشكر لكل الشركات الراعية، وأخص بالشكر شركة زين وكل الشركات التي دعمتنا وكل الأفراد وكل من ساهم معنا في إنجاح هذا المؤتمر. مسؤولية زين الاجتماعية والتي هي أيضا ذات محاور أربعة: البيئة، بناء القدرات، التعليم والصحة. وفي الصحة تحديدا دعوني أذكر آخر مشاركات لزين في الصحة. المشاركة قبل الأخيرة امتدت إلى سفح جبل مرة في أقاصي دارفور، ابتسامة في مستشفى غولو في هذه المنطقة، والابتسامة الآن تتمدد ليفتر ثقل زين ابتسام وهو يشارك العلماء لجلاء هذا المؤتمر. التاريخ كما يقولون هو سجل النشاط الإنساني متنوع الوجوه والاتجاهات بوصفه الراصد لحركة الإنسان. ما فيش حدث بتكتب دون أن يكون تلتقي فيه شخصية، هنا التقت فيه شخصيات كثيرة جدا. تخشوا هنا في عالم الغصص. هذا الجمال محمد إبراهيم اليوم ضرب مثال للالتزام الحقيقي بتاع الفنان والأديب. نشارككم هذه الاحتفالية بمناسبة ذكرى منوض المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت شعار طفل آمن، أسرة مستقرة، مجتمع معافى. وما ننسى الخط الساخن لمساندة الأطفال هو 96 96. برنامجنا معاكم وفي يومنا الختامي قفلة المولد، وهذا البرنامج برعاية شركة زين للاتصالات. التحية لشركة زين، التحية للأربع أطفال والأربع أمهات المتواجدين معنا. مقدمة الجائزة النقدية مقدمة من شركة زين. صفوا لها صفوة شديدة يا جماعة. الأقسام الجنائية الثانية تكلمنا عن أشكال العنف الأربعة والانتهاكات اللي بقى على الأطفال. أول المدح كيف؟ حددوا ولا صغير مجيب الذكرى فالطريق الكبرى هم المؤمنين مجيب الذكرى. وكالة السودان للأنباء عملت كتاب اسمه سودابيديا، وهذا الكتاب فيه نسخة ورقية ونسخة إسفيرية بمعنى من النت. برضو بنهديه من الكتب كلها بتاع الزين لمكتبة الجمعية، 50 مؤلف يعني. عالم جميل لا يغيب أبداً، تكريم مبتكر واحتفالية أنيقة بمرور 50 عام على تأسيس جامعة الأحفاد للبنات. زين ترعى وتحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيس جامعة الأحفاد باعتبارها الصرح الأكبر لتعليم البنات في السودان. الاحتفالية شهدت إطلاق جائزة العميد يوسف بدر العالمية للمشاركات المجتمعية للجامعات في نسختها الأولى، كما تم الاحتفال بنجاح رحلات الإرشاد الريفي لهذا العام بجانب مشروع نداء المعامل الذي تبرعت فيه زين بمبلغ 3 مليون جنيه لتأسيس معامل حديثة للحاسوب. وفي كلمته أشاد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لزين الفريق طيار الفات عروة بالدور القومي الذي تلعبه الجامعة في التعليم، وثمن مجهودات الشراكة التي تجمع بين زين والأحفاد. نحن سعيدين نكون جزء من شركاء الأحفاد، وقوة زين تكمن في شركاء. الاحتفالية جاءت مزدانة شكلا ومعنا
واحتوت على برامج ومناشط وفعاليات مختلفة ألقت الضوء على مسيرة الجامعة وإسهامها في تعليم المرأة وتعزيز قدرتها في المجتمع. عالم جميل يرسم ملامح أجمل للتواصل الطيب بين زين والمجتمع، فلنلتقي على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. أطيب التحايا وإلى اللقاء.